تصريحات صادمة إيه؟ نشرت قبل قليل نقلا عن وسائل الإعلام الإسبانية. تصريحات حقيقة غايب الخطورة، وكنت كنا متوقعين راح كلام كبير يصدر كساس أو يصرح في إسبانيا مثل هاي التصريحات، وهذا اللي كنا نخشى منه. طبعا التصريحات جاءت ردا، لأن أنا آلاف المسجات الآن تصلني، ودخلت على معرض الكرة العراقية وبعثت مسجات أريد أتأكد. طبعا لازم مرات ممكن المصدر مضروب، لكن التصريحات الآن تؤكد أو المصادر تؤكد بأن هذه التصريحات مؤكدة نقلا عن وسائل إعلام إسبانيا. أعطيني المنشور اللي نشر في موقع، لا ليش قاصينا يا أخوان، الناس هم حقهم، معرض الكرة العراقية. خيسوس كاساس: في تصريحات صادمة لوسائل الإعلام الإسبانية، سوف أعود إلى إسبانيا وأتخذ قراري بالبقاء أم مغادرة تدريب العراق. سبع شخصيات لديها حساب على إنستغرام يعتقدون بالفعل إنهم صحفيون، لقد بدأوا في طرح أشياء لا معنى لها في المؤتمر الصحفي، كانوا يبحثون عن المجد. لقد حصل هؤلاء من خلال تصرفهم على انتشار أسمائهم في وسائل الإعلام. بدأ أحدهم في التهديد إنهم يعشقون الفوضى. جلست لم أكن محاصرا أو في خطر، يريدون تلويث صورة بلد مثل العراق الذي تصرف بشكل رائع معنا. هؤلاء أقلية لا تعكس حقيقة أهل العراق، لكن اسم البلد متسخ للأسف. الله أكبر. بهذه الشخصيات أنا في وسط حرب بين الصحفيين والاتحاد العراقي، وهم يستغلون هذا لإحداث ضوضاء. لقد تلقينا الكثير من الدعم من الاتحاد العراقي والحكومة وحتى من العديد من وسائل الإعلام، وصلتني آلاف الرسائل من الجمهور. أنا مغرم جدا بهذا البلد مع أشخاص ضائعين نعيش معهم كأخوة، ولكن الصورة المتبقية في العالم الآن هي صورة هؤلاء السبعة. أنا آسف جدا. يزدهر هذا النوع من وسائل الإعلام على الجدل المستمر. سنعود إلى إسبانيا للإجازة، العائلة في قلق بعض الشيء، هذا طبيعي، علينا أن نتحدث عن ذلك ونتفق مع زوجتي وابنتي ومع والدي. المشروع طبعا يقول يعني يتفق مع العائلة للبقاء أو الابتعاد من عدمه. المشروع في العراق مثير جدا، أحبه، نحن جميعا سعداء جدا، ولكن علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من الأشياء التي ليست مجرد كرة قدم. سوف أعود إلى إسبانيا وأتخذ قراري بالبقاء أو مغادرة تدريب منتخب العراق.